هنا كنتواجدوا في ديوار اغرام. الطريق عندنا كيتسمى عيانه بزاف، عندي شفت الطريق محفوره اللي ما خدمناش حنا المواطنين، ما كاينش اللي خدمها. كنمشيو كنجمعوا المحسنين، كنجمعوا الفلوس من المحسنين باش كنعدلوا الطريق. المدرسه بعد ساعه ما كيوصلوش المدرسه ما كيقراوش، لان ما كيجي باش يوصلوا لان المدرسه كيوصل غير القدرون كيحبس، كيكون الشتا بزاف، كيكون الثلج. الاول كاين اللي ما عنده لي الناس ضعافين، ما كاينش اللي يوصلهم ولا كيجي لرجل كيوصلوا مخمر للمدرسه، والمدرسه بعيده راه كاين 7 كيلومتر غير البيستا، على 7 اخرى ديال القدرون كيضربوا على رجل، ما كاين 7 كيلومتر البيستا في الصباح مع 6 الصباح كتخرج التلميذه تمشي لرجلها. وكاين البنات كاين غير رجال وقت الكره ما عليه يمشي، ولكن كاين البنات وكيجيو مورا المغرب. دابا حاليا النهار قصير كيجيو مورا المغرب البنات المدرسه كينزلوا في القدرون، يعني ما كاينش اللي يحميهم بالامطار الدار. من المدرسه خصو يبلغ على الاقل بعد حتى الوز ديال الدوار باش يكونوا قريب للديار ديالهم. هذا الطريق عندنا مكرفصه، لا ما كاينش هيدا في الصيف، اما في الشتوي هذا العياد المدرسه ولا كاين اللي كيضرب 7 الكيلومتر، كاين اللي يضرب 8، ما كيوصلش النقل، ما كاينش. صعيبه الشتاء هنا كنتمرثوا في الشتاء، كاين اللي عنده هيدا كيخرج العيال ديالو كذا، وكاين اللي مسكين ما كيوصلش للمدرسه تماما. المدرسه هنا المدرسه عندنا في التامورث، السبت تامورث، شحال ديال الطريق هنايا 9 الكيلومتر ديال الطريق، فاهم؟ الناق المدرسي ما كاينش، دابا الشتاء ما غايدخلش، كيدخل كيجي القدرون. واحد دون البنت بطلع من هنا للسبت تامورث غادي تقرا في المدرسه، ملي تخرج في 6 العشية شحال هذا هو نص الليل. هذا هو المشكل اللي عندنا. ما طالب كنضربوا بالمسؤولين اخر يصاوبوا لنا الطريق، القناطر، الخنادق، خاصنا الناقل المدرسي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.